ياي ياي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، شغل لي التلفاز شغل لي التلفاز، انا بحب التلفاز كتير كتير يا بابا، انا بحب التلفاز كتير كتير يا بابا 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 بابا. هي يا ابني توقف عن الصراخ، فتحت راسي، انا سبونج بوب 24 ساعة قاعد بسمع صوتك وانت بتغني، توقف يا بابا يا بابا. بدي انا العب يا بابا يا بابا، بدي انا العب يا بابا، وديني مكان، وديني على الملاهي، وديني عند بسيط الصغير. خلص اليوم بسيط مشغول كتير حكي، انا ما بدي اروح، لا بدي اروح، بدي اروح عنده. بسيط عمو، بسيط عمو، بسيط. ماذا تريد ماذا تريد؟ وين ابنك وينه؟ وديته عشان يتعلم فنون القتال. بابا بدي اروح، بابا بدي اروح، بابا بدي اروح. ما في ما في، حكت لك الف مرة، خلاص بسيط ما في يروح لأي مكان، بده يجلس بالبيت وبده يحكي مع حاله. والله لا خلي هاي الحجر تفعصك، لا. اي هي يا كلب توقف، هي انت صاير مشاغب كتير، لازم يربوك كويس، انا ما ربيتك كويس، لو تشوف انت كيف جدك وجدتك ربوني. ايه هو في عندي جد وجدي؟ جد وجدي؟ نعم نعم في عندك جدي وجد، اما انت ما بتعرف رغم انك ما عمرك رحت عليهم. ايه طيب يلا عمو بسيط، عمو بسيط، وديني عند بسيط الصغير، وديني عند بسيط الصغير. لا 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 ابوك ما بده، ما بصير، ما رد على ابوك. ايه شو مالك تطلع علي هاي النظرة يا بابا؟ مثل ما حكى، هاي انت يا ولد خلاص حكيت لك كلمة أنا وما بدي أرجع أحكيها مرة ثانية، بس رح أرجع أحكي لك إياها، ارجع على البيت خلاص، ما في تروح للملاهي ولا بدك تلعب مع بسيط صغير. وي وي يا بابا استنى شوي، أنت حكيت لي إنه في جدي وجد، طيب وديني عندهم خلينا أتعرف عليهم. إيه بس هم ما عمرهم شافوك. عادي عادي يا بابا. طيب يا بابا، طيب أنت بتحكي لي جد وجده، وين ماما؟ مين ماما؟ ماما موجودة، سافرت إلى الأعلى إلى سطح البحر. خلص خلص، أنت شو رأيك أوديك عند جدك وجدتك؟ هي أنا بدي أسوق. ما بدي، أنا بدي أسوق أنا. هي بابا بابا سبونج بوب، أنا طالع لي ديل سنجاب. ليش؟ لأنه هذا جدك الله يرحمه، بس أنت يعني قبل ما تيجي حكالي لازم تطلع ديل، فأنا صنعتك بديل. أوه فكرت عشان ماما هو بحب ساندي. الفيران فكرت ماما ساندي. لا لا علشان هو بحب يشتغل بالأرض يعني، وبلاقي دود، حكالي بدي يكون عنده ديل مثل الدودة. توقف توقف، هي المنزل وراك. أوه هيا وراي، إذا هذا قدامي، هيا ملاهي. انت مسكر مسكر. ليش ما في تروح كل هاي القصة؟ انت ما بدك تشوف جدك وجدتك، شكلك كنتك تروح على الملاهي يا بابا. طيب هيا منزلهم. شو هاي سيدك، هاي سيدك قاعد بحرث. ايه اسف اسف، مين هذا؟ اوي الله لا يوفقك ان شاء الله. شو هذا الاشكال الزبالة؟ ايه ابن سبونج بوب. هي هي يا بابا، هذا حفيدك. اه لين حفيدي، حبيبي حبيب قلبي. شو هالطلة الحلوة هاي، والله شكلك حلو كتير. يا جدي يا جدي، انت اعطيني عيدية يا جدي. شو عيدية؟ احنا الان مش في العيد، احنا الان في موسم، في موسم الحصاد وفي موسم الزراعة. بدي اياك شايف كيف قاعد بحرث انا، ملفوف بسوي ملفوف، هاي جدي تطبخ ملفوف جوا. توقف توقف. الله لا يوفقك، عيكش اشكال مثل الزبالة، اولاد صغار صايرين مشاكسين، صايرين الله لا يوفقهم ان شاء الله، بزعجوا الواحد. بس يا بابا بس، هذا اول مرة بشوفك، لازم تحترمه. الله لا يوفقك ان شاء الله، شكله مثل الزبالة. بابا بابا انت صار عمرك كبير، لازم تموت. ولك توقف يا ولد توقف. الله لا يوفقك ان شاء الله، والله اشكال زبالة. ماما تاتا تاتا، ايه شو هذا يا ماما؟ شو هذا؟ شو القرف؟ نازلين مخططك من مناخيرك.
يا ماما هاي انت اول مرة بتشوفي، ليش هيك بتحكي له؟ رحبي في يعطيك عكي يعطيك كوكيز. هاي انت لازم تصير مثل جدك، عندك عدلات، انت لازم يصير عندك، انت قوي ما رح اعطيك كوكيز الا اذا انت سويت مهمة قوية جدا جدا. اوه مهمة، هاي يا ابني جدتك بتحكي لك بدها تختبر قوتك وكيف انا ربيتك كويس على القتال وعلى الشهامة والنخوة والطيبة والكرامة، لازم تسوي مهمة علشان تفرح جدتك. طيب يا جدتي ايش هي الامور اللي خلتني يعني انا اصير قوي، يعني بتخليني قوي؟ لازم تروح تساعد الابرياء مثل بسيط، مثل شفيق، مثل ساندي. ماما جدتي مين ماما؟ مين ماما؟ امك سبونج بوب احكي له؟ لا لا تحكي له، تعال معي يلا بدنا نروح نشوف بابا ونساعده بالمهمة علشان تعرف قصتك الحقيقية. بابا بضل لبسنا حفوضة عشان اخبي ديل السنجاب. طلعني من هون الله يوفقك. الله هاي دعست على راسي، كسرونك اشتريت راسي. ديري بدوبة يا ربدورة. هي هي بدي مساعدة. ايه مين بده مساعدة؟ لا تستمع لا تستمع، هذا حمار، هذا لا تستمع عليه، هذا ما بيعطيني مصاري، انا صرت غني يا مستر سلطة، ابن الصغير بجيب لي مصاري. نعم بجيبه. هي ساعدني معيش مصاري، انا ما معي مصاري. بابا لا بابا ترد عليه، خلاص روح روح عند شفيق. بدك مصاري بابا؟ لا لا خلاص ما بديش، بدي سلامتك يا ابن الصغير الحلو. الله يلا وفقك يا بابا، احنا يعني فكرت انا مستر سلطة. لا 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 مستر سلطة واحد، هذا واحد مجنون، نروح عند شفيق عشانه بحب هو يعزف في الكلارينيت. شفيق برك برك، خليني ادخل على منزله، خليني ادخل على منزله. ياي توقف، قوم عن السرير قوم. ليش؟ هي خلاص خلاص يا ابني لا تزعجه، خلي جدتك تفرح فيك وتفخر فيك وتحكي انا عندي ابن بجنن بجنن مثل الحلاوة مثل الحلاوة، بسم الله عليه. لازم انت الان تساعد شفيق. يلا اذا بدك تساعدني عن جد بدك تسوي آلة موسيقية وبدك تغني لسكان قاع الهامور بسرعة. ماشي شفيق. مين ماما؟ روح لعني واحد غبي. طيب. روح جيب الصندوق، بس بدي تسوي لي كلارينيت وبدي تسوي لي قطار وبدي تسوي لي طبلة. يا بابا هو بتسوي القطار هيك؟ يلا ولا يلا، قطار اسمه مش قطار. اوه قطار. طيب انزل يا انت الجميل. ولك من الشهور بعدين بقرصه بالليل وهو نايم. خليه يقرصه. بابا شاي، تعال نشرب شاي. مش شاي هذا، اي مايونيز بابا، مايونيز. والله اول مرة بشوف المايونيز هذا، انت من وين حاطه هذا؟ انا بحب المايونيز، شكله شفيق بخبي هون. بخبيه عشان ما يشربوا له اولاد صغار. طيب يلا روح سوي لنا واحد طبلة وواحد آلة موسيقية وواحد كلارينيت وواحد قطار. شكله هذا يا بابا انا الان راح اسويهم، بس شكله هذا المايونيز يا بابا بخبيه عشان يبيعه. ولك يا كلب من وين جايب هاي المايونيز؟ من وين؟ ليكون من عندي. ايه ما لقيته بالصندوق. ولك يا كلب هاي انا بحطها على البطاطا. على البطاطا فكر. طيب خد خد، ما بقدر ارمي لك يا، انا اسف. الله لا يوفقك ان شاء الله، خربت لي الشغله. يلا هيدا اسوي لك واحد كرالينيت، وايش بدك كمان؟ قطار 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 وطبله، وتعال معي على المدينه بدنا نغني. يلا يلا هاي هاي يلا ارقص. هاي قرصني يا زلمه. طيب يرقصك. يلا يلا هاي بسرعة ابني ابني بديك تشبع 10 اغاني رقم. مش هيك مش هيك بتزعلهم. ايه هاي بلعب باصابع رجلي. يلا يلا يا ابني روح اعزف لعشر اشخاص لا غير، واذا انت سويت المهم راح اوديك على المسرح العالم للفن التراث الاسطوري. مين بده ايه طلعوا. ايه والله بحبوا الرقص في المايونيز. خلص شكشك. اوه لك هذه انا هاي بتشكشك. هاي كانت قبل ايام زمان سيدي الله يرحمه،
هاي اكلت انا خلصت فيها البطاطا وعباها هو تراب وقروش حمراء وصارت تشكشك يرقصوا على تشكشك تبعها شيك بوم بوم شيك بوم بوم شيك 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 بوم بوم شيك يا عمو شيك يا خالو شيك يا احلى هذا الحج اسمه احمد محسن بيو بي 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 احمد محسن بي 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 بر 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 ايه والكل هذا سبونج بوب شو بسوي معاك يا ويلي اخ تكسرت بيتزا وقطار كبير بيو بيو يلا يلا احمد محسن شكشك شكشك احمد محسن هي هي هون هي هون تعال 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 نغني لهم بيو بروري احمد محسن الله يرضى عليك يا رب احمد محسن احمد يلا خلاص والله طلعت انت عالمي بدي اوديك على المسرح بيو بروري احمد محسن يا سلام شو هذا الصوت والله انك حلو انت يا ابني يا سلام فرحتنا فرحتنا احمد محسن يا سلام يا ابني والله غناك حلو كتير احمد محسن احمد محسن هي كيف قطع برقصوا بيو بروري والله نسيتني اللي صار نسيتني انك خربت المدرسه والدار والمزرعه تبعتي احمد محسن احمد محسن يا سلام والله حلو كتير تعال تعال ارجع عنا يا اولاد تعالوا يلا روح روح عن جدك مستناك يلا 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 كيف يا ابني عجبهم كتير كتير وكان جدك الله يرحمه قصدي الله يطول بعمره كان برقص لك وبزقف لك اه والله يا بابا بيو بيروري احمد محسن تك 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 ترك ترك تك تك احمد محسن يا سلام ايوه ايوه يا ابني والله انك انت اسطوري كتير كتير نسيتنا اللي صار وين جدي يا بابا وعيني انا تحت السيارة متخبي من كتر ما سمعت اغنيتك الحلوة يلا روح روح فخر جدتك روح فخرتك يا جدتي ولا لسه اه ولا فخرتني انت كتير كتير اسطوري كتير اسطوري ابلع 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 كيف طعم لذيذ من تحت ايديك يا ابني اسبونج بابا هذا هو الحفيد المثالي نعم يا ماما يلا اجلس على الطاولة هاي جدتك قاعدة بتسوي لك طعام اسطوري ياي ياي بم 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 يا ما يا جدتي يلا احلى اغنية بيو بيو انا بدي بب بردر انا بدي كوكيز بيو بيرو احمد محسن